حكاية الليلة طامة كبرى وما غاديش نقسمها لكم، وغادي نقولها كاملها في حلقة واحدة. حلقة الليلة بغيت يسمعها الكبير والصغير باش اللي هو ضحية يعرف كيفاش يعتق راسو، والمجرم نفضحوه. حكاية الليلة ماشي ديال زريعة وعصير، ولكن عبرة خاصنا ضروري نحفظوها ونحفظوها لوليداتنا باش أننا نحميوهم. ما تمشيو فين، وبقوا معي في حلقة الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام إليك. المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، واموركم هانية، أحوالكم طيبة. كيف العادة إذا كنت جديد على القناة ما تنساش أنك تفعل الجرس باش تكون من الأوائل اللي كيتوصلوا بالجديد تقريبا نهاريا نهار لا أو لا يمكن كل نهار. وقبل ما ندخلوا في هذه الحلقة، أكيد أنا عارفكم ما غاديش تبخلوا عليا أنكم تضغطوا لتحت على داك زر الإعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود، ولكن تيدير معايا واحد الفرق اللي هو كبير. فمن فضلكم هبطوا لتحت وما تعكزوش. اخي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله ندخلوا في حلقه الليله. لنبدا. انا سميتي وداد، هذا هو الاسم الحقيقي ديالي اللي ما بغيتش نبدلو، حيتاش ما دايره حتى شي حاجه اللي هي خايبه، علاش نتخبى ولا نتشوه. هو الاول غادي نسافر بكم في السن اللي بديت كنعقل فيه على راسي بالضبط، واللي هو 6 سنين. حليت عيني وعقلت على راسي بلي انني راني تنعيش مع مرت جدي واللي هو الاب ديال بابا، بحكم انه جدي مزوج 2 ديال العيالات. هاد السيده اللي كانت سميتها السعديه لقيتها هي اللي مكبراني انا وولد عمي اللي مات ليه مو. ملي حليت عينيا كانت يسحاب لي بلي انه السعديه هي الام ديالي، وهذاك ولد عمي هو خويا. فاش دخلتني الاولى ابتدائي بديت كنعرف بلي انه كاينه شي حاجه اللي ماشي حتى لهيه، لانه بديت كنقرا في الحاله المدنيه بلي الاسم تاع الام ديالي هو عائشه، ولكن الام اللي انا ساكنه معها سميتها سعديه. مشيت سولتها فين هي ماما، انا هي امك، اما امك الاخرى راه جالسه في العروبيه عند شيخه اللي هو جدي، وفي نفس الوقت هو راجل سعديه هادي اللي مربياني واللي هو وياها مفارقين، ورجع لمرته الاولى وسكن معها في العروبيه. ملي عرفت هذه الحقيقه قلت لها بلي انني بغيت نعرف ماما، واكيد كطفله عندها 7 سنين قلت بغيت نقلب على والديا. داتني عندهم العروبيه، وكان ديك الساعه الاب ديالي مشدود في الحبس مع هذيك هي كانت المهنه ديالو الله يخليكم، كيتشد وكيتطلق. مشيت لعندها شفتها فرحات بيا وعنقاتني. باقا كنعقل على داك النهار بحال البارح، بقينا عندها السبت والحد بالليل ركبنا باش نرجعوا في حالنا. بقات غدا حياتي مزيان وعايشه عند ماما السعديه اللي كانت مهليه فيا وكتطلب الناس باش انها توكلني وتشربني وتلبسني، وعمتي كذلك ومثال، كانوا كيجيو عندي كيكسيوني كنشوفهم وتنعرفهم، ولكن الاب ديالي ما تنعرفوش وما عمرني ما شفته لانه كان ديما مشدود. نقزوا هذه المرحله كامله حتى وصلت للسادس ابتدائي. واحد ليله غادي يجي واحد خالي ويقول لهم راني بغيت نديها حيت امها باغاها، حيت ماما كانت بعدات منهم ما تفرقتش على بابا، ولكن هزات خويا الصغير مني وهربات مشات سكنات مع خوها. المهم كانت القصه طويله ما كاين فاش غادي تنفعنا، حيتاش ما كنتش فيها وما عشتش فيها معها. عيشه اللي هي امي حقيقيه تكبرها واللي هي انا. جاو سولوني واش بغيتي تمشي عند ماماك، انا داك ما كنتش عارفه، قال لي عمي قولي لها لا ما بغيتش نمشي معها، وداكشي اللي قلت. بقيت عند جده حتى لواحد النهار واحد السيمانه كنسمع بلي باباك راه غادي يخرج من الحبس وغادي يجي. جا عندنا الوقيته اللي هو جات نسمع امي السعديه كتقول لي هزي حوايجك حيتاش غادي تمشي تعيشي مع باك وامك وخوتك، واكيد فرحت وفي نفس الوقت ما سخيتش بامي السعديه. مشيت داك النهار لمدينه اخرى خارجه على فين كنت نسكن وقيدوني في المدرسه. مشيت معاهم وبديت كنشوف التعامل ديالهم معايا اللي كان زوين. الاسبوع الاول الاسبوع الثاني وليت كنشوف بلي انا وماما كتاكل العصا حدايا وكتفضل خويا عليا. تنمشيو كنجي من المدرسه وكنا ساكنين في بيت ودارين بينا غير الزوافريه. بقينا بحال هكاك الاسبوع الاول الثاني، وانا فين غادي تبدا حكايتي. انا في الطبع ديالي انسانه اللي هي مهدنه ما كتهضرش بالجهد وما كتغوتش وقليل فين تنبكي. بداو تيوقعوا لي شي حوايج اللي انا تنسول عليهم واش هادشي عادي واش هادشي طبيعي، وانا مازال باقا في السادس طفله ما عارفه والو. مثلا بابا اللي هو بابا من لحمي ودمي بدا كيتحرش بيا، كيدير شي حركات اللي خلاو الفطره ديالي وانا صغيره نسول واش هذا بابا. ما كيلاش نذكر التفاصيل شنو كان تيدير، ولاني كان تيقرب من اماكن اللي ما عند الحق حتى شي حد انه يقرب منهم. انا منين بديت كنشوف بحال هكاك ما فهمت والو، ولكن عرفت بلي انه هادشي راه ما خصوش يدار. من بعد بدات مرحله واحده اخرى، بدا كيخرجني على برا كيشري لي الحوايج وتيقول لي ما تقولي حتى شي حد اشنو تندير لك، هادشي بقى سر ما بيناتنا. مع العلم هو اللي كان تيديني وكيجيبني من المدرسه،
غادي تسولوني فين هي ماما كوسط هادشي كله. ماما هي اللي كانت كتخرج تخدم في الحمامات نتاع العيالات وكتخليه حاضنا هو انا خويا الصغير، خويا اللي ما بيني وما بينه مسافه بحال ماشي خويا، حيتاش بابا ما كانش كيخليني اصلا نلعب معاه وتيقول لي غادي تمشي تقولي ليه شي حاجه من الاحسن انك تبعدي منه. كانت واحد البنت صاحبتي ساكنه حدانا وكانت تقدى ديالي انا ذاك، كنت كنسولها اذا افلنا شي حد مثلا قرب لينا هنا وفهنا شنو خصنا نقولوا، ما عرفتش علاش غادي يقيسك شي حد هنا ولا هنا. لا لا غير سولتك. هي مشات قالتها للام ديالها وسولتها واش انت كيقرب لك شي حد؟ لا راه وداد هي اللي قالت لي هاد الهضره. هي مشات قالتها للاساتذه وداوني للاداره وسولوني شكون تيقرب لك بهذه الطريقه. انا سكت وعاودوا سولوني شكون تيقرب لك بحال هكا ولا غادي نعيط لك على ولي الامر ديالك. طبيعه الحال ما قدرتش نقول لهم باللي راه بابا هو اللي تيقرب مني بحال هكا، ما قدرتش. عيطوا عليهم وقالوا لهم راه اشنو وداد كتقول كتقول. هما بطبيعه الحال غادي ينكروا، قالوا لهم لا راه بنتنا كتفرج بزاف في التلفازه ويمكن كتشوف شي حاجه بحال هكا. وانا ذاك صغيره ما كنتش عارفه انني ندافع على راسي. دازت الوقت وبقيت في نفس الحاله وبابا كل مره كان كيتشد في الحبس، وفي هذه المرحله انا كنت نرتاح تنمشي للمدرسه وكنقابل قرايتي وكنقابل خويا وكنقابل حتى الدار اللي كانت الشغل كامل هي انا بوحدي. كنت كنبغي اللعب ولكن ما عمر ما كانت عندي لعبه في الدار اللي نلعب بها ولا نستمتع بها، وما كانش عندي اصلا حتى الحق نخرج عند البنات. ديك الوقت اللي درت فيه 10 سنين غادي نتحولوا لحدا دار جده، جده اللي كانت مربياني وغادي تزاد خويا الصغير اللي في هذه الوقيته كنت مجبوره باش انني نحضيه في الوقت اللي كانت خدامه فيه ماما. وهادشي كله بلا ما نعاود لكم على التحرش اللي ما حبش كل نهار في الصباح لما كيديني وكيجيبني الاب ديالي من المدرسه، ويا ويلك تهضري مع شي واحد ولا تصاحبي مع شي واحد ولا يشوفني غير مع شي بنت جارتنا اللي كانت تقرا معايا. كلشي ممنوع، كان عازلني وفي نفس الوقت كان كيدير داكشي ديال الموبقات، وعمره ما جلس معنا في شي عيد. وبحكم انني كنت البنت الوحيده عنده عمرني ما حسيت به انه حماني ولا حسيت به اب من غير داكشي الخبيث اللي كان تيدير ليا. انا كل العصا اللي كنت كنعس وكنفيق بها ومجبوره انني نطيب ونغسل ونحضي خوتي بزوج وانا مازال طفله، هز هذا الحمل كامل من فوق من كتافي. بقيت على داك الحال، مشات ايام وجات ايام، وتنعقل على واحد النهار غادي يكون واحد العرس نتاع واحد السيده اللي مشات ليه ماما، وهنا غادي يعاود يتحرش بيا فين ما كان يلقى شي فرصه ما تيضيعهاش. ما عرف شنو كان يقول ليه راسو، عقلي عمرو ما استوعب اصلا هادشي. غادي نطلع للتاسعه وغادي ندوبل، فاش غادي ندوبل غيلقاها هو السبه باش انه يضربني في الاعداديه قدام التلامذ، والطريق كلها وتضرب فيا حتى وصلني للدار. ملي غادي نوصلو غادي يحلف عليا بلي انه عمرني ما نبقى نمشي نقرا، وانا في هذا الوقت كنت متاكده 100% انه هو وداد ما غاديش يرجعك، حيت هو ديما كان تيبغي يشدني من هذه النقطه، حيت كنت نقرا مزيان وخداني من الفجوه نتاع البلاصه اللي كنت نرتاح فيها يحرمني منها وهي المدرسه، غادي يحبسني من القرايه. بنت السيده اللي كتجي ماما كانت ساكنه حدانا، كانت كتقرا معايا وكنا مراضعين مع بعضياتنا. انا غادي نمشي عندها للدار وهي عارفه المعاناه ديالي في دارنا، غادي نعاود ليها شنو تيدير ليا با، وهذا الشيء راه معذبني. واش فعلا هاد الامور اللي كتوقع عادي انه الدار؟ ديك السيده عقل عليها بحال دابا، جلست في الارض شدات فراسها وقالت لي الله يا بنيتي الله، اش هاد الشيء كتقولي؟ عيطت لمرت عمي اللي حتى هي ساكنه حدانا وقالت ليها اجي تسمعي بنت لوسك شنو كتقول. هذه اللي سمعتها هي تقول لي واش هاد الشيء متاكده منه ولا كتقولي وينك؟ لا متاكده مني ولا من امي، ولا كيقول لي اللي قلتي راه غندير لك وغنفعل لك، كيهز البوس وكيهددني غندير لك وغنفعل لك وغنخرجك من القرايه وما تعاوديش تراجعي تقراي هاد العهد فتشي في الكطريه. متاكده مليون في المية، وراه تيقول لي اذا قلتيها غادي ندير لك ونفعل لك، وراه تيهز الموس وكيهددني بلي انه غندير لك ونفعل لك وما غاديش ترجعي تقراي. واخا هكاك قالت لي خاصني نقولها لشي حد يعاوني، انا عند بالي بلي انا اذا قلت هذا الشيء لاي واحد غادي يعتقني ديك الساعه. هما غادي يمشيو يعيطوا على ماما وهبطوني للدار وقالوا لي سيري يا وداد وكلي خوتك وخوك بدلي ليه باش انه ما يضربكش باك، وغادي يعيطوا على ماما وقالوا لها سمعي يا فلانه بلا ما ديري العشاء اجي طلعي لعندنا. قالت لهم راه غادي نكون خارجه من الخدمه، قالوا لها غير اجي معليش. ملي مشات قالوا ليها ها شنو وداد كتقول، وما ننساش شنو دارت ماما انا ذاك. عرفت ضربتني بالطيب وقالت لي غير شويه انا كتكذبي هادشي ما كاينش كتبي ربك ما يديرش هكا، لو كان غير راجل بوك غنقول لك غير يدير، ما تسيقتني
اعتادت ضرباتني وقالت لي باغا تشوه هنا هذا الشيء ما كاينش كتكذبي راه باك ما يديرش بحال هكا كون غير كان راجل امك ندور نقولو غادي يديرها ما تيقاتنيش اللي انا بنتها الوحيده واللي عندها قلت لها هذا الكلام كان على الاقل اذا هو ما حمانيش هي تحميني منه ما رحمتنيش وضرباتني ومنين جا قال ليها علاش كتضربيها شنو دارت هاد بنت الحرام راه قلت لك من النهار الاول فاش تزات بلي راكي ولدتي الخلا شنو دارت دابا لا راه غير ما طيبتش العشاء ما قالتش ليه راه فلانه هبطت عندها وقالت ليه الحقيقه ما قالتش ليه علاش كدير بحال هكا لبنتك ما لامتوش ما وقفاتوش عند حدو كليت العصا وهما ما هبطوش اصلا يفكوني ولا يقولوا لها علاش ضربتيها واش مكلخين ولا ما قدروش يفكروا ولا ما قدروا يديروا والو ما قدروش يتاكدوا بلي هاد الامر كياكد بلي كاينه شي حاجه دازت الايام وبقيت على نفس الحاجه ونفس التحرش ونفس الحركات وحتى شي حاجه ما تبدلات كانوا تيقولوا ليها شوفي الدريه شنو كتقول ردي ليها البال وهي كتقول لهم لا راه ما كاين والو عمي كان انسان اللي هو مزيان وبقيت نهضر معاه بحكم الام ديالو هي اللي رباتني غادي نقول ليه راني بغيت نقول لك شي حاجه عمي وديك الساعه انا راني كبرت دازت شي عام اللي عاودت فيها التاسعه ونجحت وطلعت للسانكيام قال لي مالك ياك لاباس قلت ليه لا راه بابا ها شنو تيدير لي وشنو تيدير ليا قال لي راني هاد الهضره سامعه وتيقولوا بلي انك راكي غير كتكذبي لا راني تنحلف لك باليمين بلي هاد الشيء كاين وراه تيضربوني وديما تيزرق لي عيني وتيعنفني لفظيا وجسديا وحتى تحرش وشحال من حاجه قال لي واخا وداد اذا كان هادشي بصح غادي نمشي دابا انا وياك ونعيط ليه يجي وتقولي لي هادشي ونشوفوا شنو غادي يقول فعلا خرج انا وهاد عمي لي الله تزوج هو ومرتو وعيطنا ليه عيطنا على بابا وقال لي عمي فينك اجي راني بغيت نشوفك اجي نتلاقاو في واحد الجرده جاو لقاني معاهم قال ليه شنو دارت عاوتاني هاد خيتي لا ما دارت والو راه حنا بغينا غير نسولوك شنو كدير للدريه علاه بنيتي انا كندير لك شي حاجه انا اصلا ما عرفش مالها راه كتهيئ من راسها وحتى حاجه ما كاينه راه كتهيئ بزاف ما فراسكمش واخا عرفتي شنو غادي ندي الدريه عند الطبيب وغادي نشوف واش عندها شي اثار نتاع التحرش ولا لا غادي يشدني من يدي با وقال لهم سيروا بحالكم نتوما تايقين هاد اللفعه سيروا بحالكم سير خليني خوك قبل ما نخسر معاك بحكم انه خوه غير من الاب هنا غادي يوقع نقاش ما بيناتهم وغادي نوض هاد عمي وغادي يغوت في الزنقه اللي حنا فيها ما حتى هو ساكن تما وقال انت كدير وكتفعل لبنتك وهنا كل شيء سمع وكل شيء غادي يسيق لي الخبر وغيبقاو يسولوني الناس فين ما خرج نتسخر ولا يقولوا لي يا ابنيتي راه حنا ما عندنا ما نديروا لك الله يدير لك شي تاويل ديال الخير وصاف واش هادشي بصح ما كنتش كنقدر نجاوب وما كنتش شي وحده اللي هي مطوره اللي تعرف كل شيء كنت في المدرسه ومحضيه من طرف كاع الجوايه وبلا صحابات غادي يولي كل شيء سيق لي الخبر ومتعاملين عليها وساكتين تحد ما وقفوا عند حدو ولا قال لي شنو كديره فلان طلعت للسيزيام وبديت كنوجد للجهاوي وكنت كنزيد ساعات اضافيه في بلاصه واحده اخرى اللي كانت يديني ليهم بابا بلاصه وكيجيبني بلاصه واذا تمرت ولا قلت لا على شي حاجه كان المصير ديالي هو العصا كان كيديني للمدرسه فين تنزيد الساعات الاضافيه وكيتسناني حتى كنسالي وكيعاود يرجعني انا هي داك النوع الحقيقي اللي عمرها ما هضرات مع شي دري حرفيا واللي عمرها ما عرفات اشنو هي علاقه ولا حتى داز عندها شي تليفون ماما غادي تمشي تشري في السكن الاقتصادي في مدينه واحده اخرى في واحد الحي وتحولنا تما وسط هادشي كامل ماما باقا خدامه وكتمشي مع السبعه ديال الصباح وما كتجي حتى الليل وكتجلس معانا مره في السيمانه اللي هو الثلاث ولا حياه اللي ما تنادي انا اللي كنت كندير كل شيء بمعنى الكلمه وهي ما ضاربه الحساب لحتى شي حاجه في الدار هي غير كتقدى داكشي اللي خاص حيت كانت هي الراجل ديال الدار وكتمشي كتنعس وانا اللي كنتعذب في كل حاجه ما نخرج ما نعرف صحابات ما نجلس حدا الباب ما يجيو عندي صحابات سدين عليا وحتى من العائله كنت محرومه انا اللي نمشي لعندها كنت كنعقل كان كيديني عند واحد اختو اللي كانت لاباس عليها كيديني انني غير نعاونها ونشقى ليها ولا نحضي ليها بنتها باش هي تدور معاه بقينا بحال هكا كنعيشوا في نفس المعاناه والمأساه وهو تيقول لي عندك تمشي مع شي حد ولا تعرفي على شي حد وما تدوي مع حتى شي حد انا هو باك وصاحبك وكل شيء ما عمرو ما نهاني في الدين ولا قال لي ديري الزيف ولا نصحني والو كنت انسانه اللي هي عاديه جدا وفي حتى حوايجي كنت كنلبس عادي الحاجه الوحيده اللي مانعني منها اني نكون اجتماعيه داكشي باش كنظن انه اليوم انا مهدنه وتنهضر خير بشويه وفجوفي وما تنعرفش نعاود شي حاجه اذا وقع عليا ما علينا وصلت الباك ماما حولتني للمدرسه ديال الفلوس بحكم انه تيهددني ديما اذا سقطتي
غادي نديك العروبيه ونزوجك تما بشي خماس، برغم انه داك الخماس يمكن غادي يكون حسن منه وراجل عليه، هو اللي كيتجرأ عليا وعذبني في حياتي. ماما خافت عليا حيتاش عرفاته صعيب، ومع العلم منين قالوا ليها شنو الواقع عمرها ما سولتني ولا قالت ليا واش بنتي هادشي وقع ولا لا، ولا واش هادشي باقي تيوقع. هادشي غير عليا، اما خوتي الصغار الاخرين حنينه فيهم كتبغيهم، ولما تجي من الخدمه كتدخل في يديها ليهم وتسول على قرايتهم وعلى كلشي. انا عمرني ما سمعت من عندها ولا من عنده واش وداد انت لاباس، عمرهم ما عنقوني ولو بالبراءه. انا في البكالوريا كنت انا ذاك تنقرا في واحد البلاصه اللي هي بعيده بساعتين، وكان تيخصني المركوب. غادي يقول ليها علاش هي تركب في المركوب وكاينين الدراري، يقدر شي واحد يمشي يضحك على الدريه، شري لي موتور باش انا نبقى نديها ونجيبها، علما انه هو ما كانش خدام. فعلا خداتو ليه وغيبقى هو اللي يديني وهو اللي يجيبني، وبلا ما نعاود لكم تفاصيل اذا وقف بيا في شي خلا اش تيدير ليا. وانا ذاك صافي وليت كبيره ناضجه، دخلت لسن المراهقه وليت عارفه كل شيء، وليت عارفه شنو تيصلح وشنو اللي ما تيصلحش، اش اللي يدار وشنو اللي ما يدارش. ووسط هادشي كامل تيقوني اذا قلت لكم بلي انني كنت مقربه من الله. وانا صغيره كنت كنحاول انني نصلي ونشوف كيفاش كدير مرت جدي وندير بحالها، واخا ما كنتش عارفه شنو كانت تتقال. ملي بديت كنكبر بقيت تنصلي وعرفت شنو نقول وتنقرا القران، وديما الهضره اللي كانت في بالي اشنو غادي يوقع من هنا لقدام، واش غادي يوقف هاد الشيء، واش غادي يعتقني شي واحد، واش غادي يوقف معايا شي واحد. بحكم انه كانت عندي في الجهوي تسعود وفي ديك المدرسه الخاصه، بحيلا كانوا كيزيدوني شي شويه ديال النقاط في داكشي اللي كان خاصني، وغادي نجيب في الباك وانا محاربه 14. ملي جبت هاد النقطه كاي وحده فرحانه في الباك نجحت فيه، وحتى والديها غادي يفرحوا ليها، ولكن للاسف قالوا لي هادشي علاش قديتي وفي المدرسه ديال الفلوس من الفوق. الجيران ها اللي فرحان بوليداتو، جيبي ليهم الطباله، ها اللي جايب الدقه المراكشيه، وانا حتى شي حد ما فرح ليا ولا زغرت ليا ولا قال لي حتى مبروك عليك راكي نجحتي، والو. لا عائله لا والدين لا حتى حد، من غير خويا الصغير كاع اللي كان جا عنقني وقال لي راني فرحت اختي حيتاش رجع عندك الباك، واصلا هو الحنين اللي كان ما بيناتهم كاملين. وحتى في ديك المدينه كانت معاناه وحده اخرى، حيتاش ما بقاوش حدانا عمامي ولا العائله، حيت على الاقل كنت كندير سب انني نشقى عندهم وكنهرب غير باش ما نبقاش في الدار باش ما نتعرضش لشي تحرش. واحد النهار غادي تجي عندنا بنت عمتي اللي كانت كبيره، وقلت لها عافاك راني بغيتك تقولي لعمتي راه وداد ها شنو كيوقع ليها وها شنو تيوقع ليها. تخيلوا معايا من داك النهار عمرها ما دوات معايا ولا قالت لي راني قلتها ولا عطاتني شي خبار، بلوكاتني مع كنت نهضر غير من التليفون ديال ماما، وما عاودتش قالت لي شنو كاين، واش عمتي قالت لها بلوكيها ما عرفتش. المهم غادي نمشي نتقيد في لافاك وغادي نكمل في الشعبه اللي انا باغا. منين وانا صغيره كنت كنحلم انني نكون محاميه باش ندافع على راسي في القضيه ديالي، عقلي الصغر وشنو تيقول. لكن فاش كبرت قلت علاش لا اجي ندير القانون. بدا العام وبديت فيه ناس جداد كل شيء كبير وانا تنبان واعيه، ولكن ما كنتش واعيه لدرجه انه ملي كنت كندخل الجامعه تيجيب لي الله بلي كاع دوك الاصوات اللي كنت كنسمع بعاد وانا وسط منهم، وتيشوفوا فيا وبلي انه كلشي عارف شنو عندي وشنو بيا. فهاد الوقيته ما بقاش عند بابا الموتور، ولكن كان كيديني وكيجيبني في الترام. دوزت العام الاول والعام الثاني في لافاك وانا على نفس الحال، حتى شي حاجه ما تبدلات حتى 2021 فاش انا غنكبر. كان واحد ولد جيراننا كان تيسكن قدامنا، شرجمهم مقابل مع الشرجم ديالنا. انا فاش تنكون في الدار تنبقى جالسه غير في الشرجم كنطل منه، لانه ما كانش عندي الحق نخرج ولا حتى نتنفس. وبحكم داك السيد كان تيكمي وكانت عنده انا ذاك شي 32 سنه وانا في عمري 20 داخله ل 21 سنه، كان لما هو تيكمي تيبقى كيشوف فيا وانا تنشوف فيه. واول مره غادي نتبادل النظرات مع شي حد ولا غادي نعرف شي حد، كان الاسم ديالو هو حمزه، عقلوا على هذا الاسم مزيان. بقينا هكاك حتى لواحد النهار غادي نكون خارجه بغيت نلوح الزبل عزكم الله، وغادي يلوح ليا النمره ديالهم الشرجم وغادي يدير ليا الاشاره باللي هذاك راه التليفون ديالي هضري معايا. خديت النمره وخبيتها حيتاش ما كانش عندي فين نهضر معاها بها. واحد الدريه كانت كتسكن في نفس المبل ديالنا، وبحكم انها بنت غادي يدوي معاها وصيفطها ليا، وهي غير غادي تقول ليا اختي راني بغيت نهضر معاك انا غادي نهرب. عافاك اختي انا مزوقه فيك، سيري ليجي بابا ويشوفك، راه ما تيبغينيش نهضر مع البراني. شوفي اختي عطيني غير زوج دقائق من وقتك، راه السيد حمزه الفلاني قال لك واش تبغي التليفون باش تهضري معاه. لا لا ما بغيت والو، انا ما تنعرف حتى شي حد، عافاك غير خليني. انا جاب لي الله بلي انه بحال هذيك البنت كتجسس عليا وبلي دارنا بغاو يديروا ليا شي قلب. داك الاسبوع كله بقيت تنطل من الشرجم وما بقاش هو كيبان ليا. زاد دازت 3 ايام وغادي
تجي عندي نفس الدريه اللي سميتها سلمى، غادي تجيب لي تليفون وغادي تقول لي ها هو هذا التليفون هزيه وخبيه لك، راه عطاه لك حمزه قال لك بغاك في شي حاجه. انا غادي ندخل للطواليت وكل اللي كانت رعد، وغادي ناخذ ديك النمره وغادي نصوني من داك التليفون اللي كانت فيه النمره وكان خدام وكل شيء هو هذاك. غادي نصوني وغادي يقول لي واش انت هي الدريه اللي كتكوني في الشرجم كتوقفي؟ راه قالوا لي سميتك وداد. شوفي انا سميتي حمزه فلاني وبغيت نهضر معاك، ما عندك فاش تهضر معايا؟ شنو بغيتي؟ غيجي بابا ولا خويا ويسمعني ودير لي المشاكل؟ واش هذاك اللي تيكون في الدار باباك؟ اه بابا. علاش تيضربك؟ لا راه ما تيضربنيش، راه انا اللي ديما تندير شي حاجه اللي هي خايبه وكيتخاصم معايا. اه حيتاش كنسمعك ديما كتبكي ولا كتاكلي العصا، راه كاع الجيران عارفينك بلي كتاكلي العصا، واش وقع لك شي حاجه خايبه؟ لا ما وقع وليا والو. المهم داك الشهر بقى عندي داك التليفون مخبياه وما غادي يلقى عندي غير خويا الصغير اللي غادي يهزو وغادي يعطيه لبابا اللي يلقى فيه النمره ديال حمزه. ماما بقوه الخوف قالت لي لا راه السيده اللي خدامه معايا في الحمام خلاته في صاكي، راه نساتو وجبتو معايا. الحمد لله تيقه دارت لعندي وسولاتني داك التليفون ديالك ديك النمره اللي فيه ديال من؟ انا بكثره الخوف غير كيخرجوا عينيهم تنقول كل شيء. قلت لها لا راه ماشي ديالي، ديك الدريه هي اللي جابته ليا وخلات لي نمرتها باش انني نهضر معاها فيه باش نكونوا صحابات. قالت لي ما عندك ما ديري بالصحابات، لا يمشي باك يضربك ولا يدير لك شي حاجه، انت مريضه وما خصكش تلاقي مع شي حد حيتاش انت كتهيئي. هي كما شافتني كنتهيئ وكنمشي للافاك تنقرا فيها يعني عارفه كل شيء. قلت لها راني ما كنتهيئش ماما، واش ما بغيتيش توقفي معايا؟ راه شنو تيوقع ليا؟ لا ما تيوقع لك والو، باك ما غاديش يدير بحال هكا، هو ما خدامش ما قاريش قبيح تيغوت تيضربك ولكن ما يديرش لك هادشي اللي كتعاودي لي عليه. صراحه ما عرفتش واش ما كانش عندها الجرأة تسولو ولا خافت منه ولا خافت من الحقيقه ولا مازال باغاه ولا انا ما عرفتش. المهم حمزه غادي يصيفط لي الدريه من جديد اللي غادي تسولني على التليفون. قلت ليها قولي ليه راه لقاوه وخداوه ليا. قالت لي راه قال لك ديري راسك غادي تنشري الحوايج في الصح وغادي تلقاي حمزه تما في المبل ديالنا حيتاش بغى يدوي معاك ضروري. طلعت وسديت الباب من الداخل بالسوارت، وبحكم انه بابا مشى لدار جده عرفت بلي انه ما غاديش يجي من ساعه لساعتين. غادي نطلع ولقيتو كيتسناني. سولني مالكي؟ ديك الوقيته كانت عيني زرقاء وما مشيتش للكليه حيتاش كنت كنوجد الامتحانات، كنت نقرا غير في الدار. قلت لي والو راه خطا، حيت قال لي ضربك باباك. هي كلاش كيضربك؟ فشاوت لي قال لي واش كتقولي بصح ولا كتكذبي؟ قلت لي بصح، راه انا ملي كنت صغير بابا كيتعدى لي، كاين محاولات بزاف ديال كيبغي يتعدى لي. قال لي شوفي واخ دابا غادي تهبطي وغادي تسكتي وتقولي ليهم راه في لافاك محتاجه تليفون باش انني نقرا عن بعد حيتاش انا داك يلاه جات كورونا. سولت واش غادي تعاوني، عقل عليها بحال دابا قال لي غادي نعاونك وداد، غادي نمشي وغادي نهبط للدار وانا مرتاحه حيتاش اول مره غادي نلقى شي حد اللي غيوعدني انه يعاونني. هبط للدار وجاو كلا وقلت لماما راه قالوا لينا غادي تجلسوا ما بقيتوش تقراو ولكن القرايه غتبقى مستمره عن بعد، خاصني تليفون. هو قال لي تليفون شو بغيتي؟ شو عندك ما ديري به؟ انا نمشي نجيب لك الدروس. ما عرفتش انا هادشي اللي قالوا لي. ايوا مزيان هاد القرايه اللي ولات في التليفون ما هي قرايه، جلسي منها ما عندك ما ديري بها، شنو وصلتك كاع لهادشي؟ كون كنتي باغا تقراي كون درتي طبيبه ولا شي حاجه، ماشي القانون، شنو عندك ما ديري به؟ ماما قالت ليه انا لاش خدامه غير على قبل باش انها تكمل قرايتها، خدات لي تليفون سامسونج ما فيهش كاميرا من القدام ولكن غير من اللور وقديم، ودارت لي فيه النمره. كنت كنقرا فيه فعلا وفي نفس الوقت كنت ندوي فيه مع حمزه، حتى كينعس كلشي وكيشارجي ليا هو فيه، وكنبقاو كنهضروا مع الثلاثه الاربعه ديال الصباح. صيفط ليا واحد لابليكاسيون قال لي سجليها عندك في التليفون ديالك وبقى معايا حتى قديتها، وقال لي هانتي اذا شفتي هو قرب منك باش يتحرش بك حط التليفون في شي بلاصه وبلا ما تشعليه غادي يصور راسو، وانت غير صوري وانا غادي نقول لك شنو غادي نديرو من بعد. ولكن فعلا لغد ليه كانت عاشوره والنهار ديال شعاله. بصباح ماما قالت لي عمري اتينا غادي نمشي نجيب المسمن من واحد البلاصه حيت هي ما كانتش خدامه، هو بقى في الدار كان داير راسو ناعس. دخلت للكوزينه ودرت الماء يطيب، بان لي بلي انه ناض ومشى للمرحاض عزكم الله. شديت التليفون وكل اللي كانت رعد، شعلت ديك لابليكاسيون وطفيت التليفون وحطيته، وها هو باين ليا جاي غيتحرش بيا. خرجت من الكوزينه وانا مقابله مع التليفون واستمر في التحرش ديالو. طلبت منه باش انه يحبس لانه ماما جايه، وبديت نقول ليه بعيد مني عفاك بعيد مني، حتى كلمه بابا ما كنتش كنقدر انني نقولها ليه، واصلا كنت تفادى انني نعيط ليه بابا وتنحشم حتى في الزنقه نعيط ليه بهذا الاسم. كان كله شام وكله مضروب وكان متسلط. المهم تصور داكشي اللي كان خاصو يتصور، قلتها لحمزه وقال لي غادي تحط التليفون في البلاصه الفلانيه
وكتبي على امك قولي لها راه طاح ليا ولا شي حاجه، ومن بعد انا غادي نردو ليك. لا غدلي في الصباح جمعي حوايجك اللي ضروريين وشوفي كيفاش هزي لاكارت ديالك وحتى الحاله المدنيه ديالك اذا قدرتي وتخرجي من داركم. هزيت حوايجي وبسطامي اللي كنت باقا كنعقل فيه 22 درهم بالضبط وما عندي فيه حتى شي درهم واحده اخرى. جمعت حوايجي في الصاك بيض وخبيته تحت الماريو. جا الليل والبيت اللي انا تنعس فيه كان صالون ما فيهش الباب اللي كيتسد. غادي نهز القفيفه ديالي والحسام الشرجم. جا حمزه وهزها ليا، ودابا بقى ليا كيفاش نقدر نخرج من الدار بلا ما يعيق بيا حتى شي حد، وخصوصا انا خويا باقي فايق. غادي ندير السبب لانني بغيت نلوح الزبل عزكم الله. خويا باقي فايق قلت ليه هانا غادي نهبط نلوحو، قال لي واخا ما تعطليش. هزيت الميكا ديال الوسخ حطيتها حدا الباب وهبط وحطيتها لتكعيطه. بقيت كنجري حتى لواحد البلاصه اللي كنت دايره فيها انني نتلاقى بحمزه غدا، وانا ما عارفاش واش حتى هو فراسو الغدر ولا بصح غادي يعاوني ويوقف معايا. غير غدا وهربانه من الدار بلا ما نعرف شنو غادي يوقع من بعد. غادي نهبط لواحد البلاصه تيقولوا ليها تما الرحمه، وكانها رحمه مولانا نزلت عليا داك النهار. اول مره كنحس فيها براسي بلي انني عندي الحريه وما كاينش معايا شي حد. هبطت ولقيت حمزه كيتسناني في واحد السناك، وكنت لابسه باقا كنعقل كسوه مخططه بالكحل والبيض وصنطاله ديال الصبع. قال لي فطري. لا بلاش غير فطري وداد ما تحشميش، راني ملي شفت داكشي اللي صورتي في التليفون ضرني خاطري وقلت غادي نعاونك وان شاء الله غادي يكون كلشي هو هذاك. كان انسان اللي هو واعي وقاري وفاهم وشحال من حاجه. قلت ليه دابا انا فين غادي نمشي؟ قال لي غادي تاكلي وغنمشيو عند البوليس. واش غادي تديني عندهم؟ انا راني ما درت والو. ما تخافي والو، راك زعما كتقري القانون وداد. انا ما غاديش نديك لعندهم حيتاش انت اللي مجرمه او دايره شي حاجه خايبه، غادي نديك لعندهم وانت مظلومه وغادي تشوفي كيفاش غادي يعاملوك. ديك الساعه واحد لابيجي كانت قريبه لينا حطني بالموتور حداهم وقال لي ادخلي لعندهم حيتاش انا ما غاديش نقدر ندخل، حيتاش غادي يسولوني شكون انت ولا فين عرفتيها ولا حتى فين عاونتيها. انا ما غاديش ندخل لعندهم. دخلي وقولي لهم راني بغيت نعاود لكم شي حاجه ووريهم الفيديو اللي صورتي. منين دخلت بقيت جالسه في الكوميساريه وانا خايفه ما عارفه ما ندير. غادي يخرج واحد البوليسي ويقول لي اش عندك بنتي؟ ها لا ما عندي والو، راني بغيت غير نوريكم شي حاجه. ياك لاباس كاينه شي حاجه خايبه غادي توريها ليا؟ واش حنا هنا تنلعبوا؟ اللي جا باش يورينا؟ عافاك راني بغيت غير نوريك واحد الحاجه ضروريه. ايوا قولي هكاك، بغيتي توريها ليا انا ولا لمن؟ اللي كان عافاك الشاف انا بغيت غير شي حد يعاونني وصاف. واش تفرتي داو ليك شي حاجه؟ لا لا بغيت نوريكم شي حاجه تعاونوني. واخا اجي ادخلي هنايا. عيط على واحد السيد واحد اخر وقال لي هاد الدريه راه كتقول شي حاجه ما عرفتش شنو واقع ليها. جا عندي شنو بغات تورينا؟ تيهضر معايا قاصح. بغيت غير نوريكم واحد الفيديو عندي في التليفون، انا كل اللي كنت رعد وخايفه. قال لي حلي نشوفوه. حليتو خداو التليفون بقاو كيشوفوا. قال لي هادي انت شكون هذاك اللي من وراك؟ راجلك؟ قلت لي لا هذا بابا. اقلع انه داك البوليسي شاف فيا، شد لي في يدي كيقول لي بنتي متاكده انك تقولين هذا باك؟ واش هذا باك ولا واش زعما انت كامل قواك العقليه كتقولي هذا باك؟ الشاف هذا راه بابا. عاونوني بزاف ووقفوا معايا، ما كرهتش نذكر سماياتهم كاملين واحد بواحد. وقفوا معايا وقفه نتاع الرجال ونتاع رجال السلطه. عطيتهم السميه، قالوا لي بلي انه عنده سوابق عدليه كبيره هذا السيد، وعنده اغتصاب في 2007 على قبل شي مرا اللي هي كبيره في السن وخرج منها ببراءه بحكم انه ما كاينينش ادله. شافوا داكشي ودخلوني عند الكوميسير وعاودوا ليه وشاف الفيديو وقال لهم عمروا لي هذا الدوسي وخذوا الاذن بالتفتيش وسيروا عند الجمعيه ضد التحرش وجمعيه ما تقيش ولدي حيتاش الدريه هادشي اللي كتعاود عليه راه منين وهي قاصر حتى للرشد ديالها. عيطوا على الجمعيه وداوني لواحد المدينه قريبه وخذوا التليفون باش انهم يدوزوا في التفتيش ويتاكدوا من داك الفيديو ياك مكذوب ولا فيه غير شي مونتاج. عاودوا خذوا هضرتي وسولوني، وكيف ما كنت كنعاود كنت نعاود نفس الحاجه، ها شنو تيدير ليا وشنو تيدير ليا ومن هذا العمر وهذا العمر، وكيضربني وكيعنفني وراه حبسني من القرايه في التاسعه. غادي يشدوا داك الفيديو وداروه في واحد السيدي وقالوا ليا غادي يجيو عندك اليوم باش انك تمشي للمحكمه الفلانيه. فاش غادي تمشي؟ غادي تدخلي عند وكيل الملك وغادي تدوزي لعندو باش انك تعاودي لي هادشي باش يعطينا تحقيق في القضيه. مشيت دخلت في يدي داك السيدي اللي عطاوني وقال ليا تفضلي شنو باغا تقولي يا بنتي؟ ها شنو كاين في خبار القضيه؟ انا راني بغيتك انت اللي تعاودي ليا من اول وجديد. عاودت لي وعطيتو السيدي وشافو قال لي فهو يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سيري بنتي وغدا على الصباح غتعاودي تجي لهنايا. مشيت رجعت صافي داك النهار كانوا دريات بزاف بزاف. نسينا المحارم
اللي خوها يا هاد الرجال، تقوا الله في النساء ديالكم، تقوا الله في بنات الناس، تقوا الله في خوتكم، تقوا الله في بناتكم، تقوا الله في خواتاتكم. لا شي كديروا فيه، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، خليتونا ما عارفين فين نتيقوا. كارثه عظمى. لغد ليه صباح مشينا، قال لي واش بنتي خاصك شي طبيب نفساني باش يعاونك، شنو كطالبي؟ سولته واش ديتو، شنو درتو معاه؟ لا بنتي باقي مازال ما تشدش، حيتاش كنمشيو وما كيلقاوش، تيلقاو غير ماماك وخوتك. امك راه ما بغات تقول والو. سولتهم فيني انا، قالوا لها راه باقيين تنقلبوا عليها، وعلاش ما ديكلاريتيش بلي البنت ما كايناش؟ قالت لهم حنا راه بغينا غير حتى دوز هاد السيمانه وديك الساعه نديكلاريو. واش بنتك خارجه من الدار سيمانه وانت عاد غادي تمشي تعلمي البوليس بلي البنت ما كايناش؟ وشكون قال لك بلي انا الدريه ماتت ولا قتلها شي حد ولاها؟ انا قلت للقاضي اذا خصني طبيب نفساني غادي خصني نعاود ليه نفس الحاجه، وانا ما تنعرفش نعاود. ما تخافي ما والو، انت خاصك تعالجي حيتاش نفسيتك مريضه. داك النهار بقاو غير تيهضروا معايا وتيسولوني واش بغيتي بابا كيتشد، بغيتي تلاقي انت وياه زعما تدوزوا بزوجكم عند قاضي التحقيق ولا ما تشوفيهش كاع؟ انا خايفه عليه يدير ليا شي حاجه، حيتاش خفت حتى من خواتاتو اللي هما قباحات اللي انتقموا مني. اللي درتوه انا قبله نهار 9 في شهر 9 اللي هو عيد ميلادي باش نكمل 21 سنه، غادي يجيني اتصال ويقولوا لي راه الاب ديالك شدوه. داك النهار ما يتنساش ليا، اول مره نقدر نقول بلي انني كنت فرحانه ومن اعماق قلبي. احسن هديه كانت ليا داك النهار اللي تاديت فيه. عيطوا عليا باش انني خاصني نجيب باش يسولوني. ملي مشيت لقيت ماما تما وحتى هو معاها، فاش شافني غادي يقول لي بنتي اش درتي، بنتي اش درتي، بنتي اش درتي. كان الدل شفتو فيه داك النهار وفرحت ان ربي خطي لي حقي منه. اش درتي يا بنتي، غرقتيني. الله يا بنتي الله، اش درتي؟ وادي التوبه، كان كيهضر بحال هكا هادي التوبه، ما نقدش نعاود لك بنيتي، سمحي لي وقولي راه ما دارش هاد الشيء قدامه كيقول بحال هكا. عقلي داك البوليسي كان ضربو صرفقو، قال لي اسكت قدامنا وكتقول الدريه بحال هكا، اسكت. قال لي بنتي قولي قدامه هاد الشيء الواقع. قال لي لا، كاين شي هادشي كتكذب، كاين حتى شي حاجه من هاد الشيء، الدريه مريضه وكتهيئ. قال لي مريضه وكتهيئ، واخا شعلوا البيسي ودوروا لي. قال لي تفرج مزيان، هاد الفيلم زوين يعجبك. كي شاف شد في راسو وحد راسو ويقول قفرتها بنيتي، قفرتها قفرتها قفرتها، غرقتيني بحال هكا. وكان داك الوقيتة ايامات ديال الاغتصاب، خصوصا مع هادشي كان واقع انا ذاك في ايامات نتاع داك الدري اللي كان في طنجة اللي تغتصب وتخطف من دارهم. فانا ذاك كان كلشي تيهضر على ما تقيش ولدي، مع كان انتشر الاغتصاب شدوه الام ديالي حتى هي كانت حاضرة، وقالوا ليها شو كتقولي في هادشي ديال بنتك؟ ما نعرف، انا ديما كنت خدامه ما عارفاش واش هادشي كاين ولا ما كاينش. درت عندها وقلت ليها راكي عارفه كلشي يا ماما، وقالوها ليك الناس وشحال من واحد. القوه اللي جاتني يا خوتي انا ذاك ما عارفش منين خرجات، تسرحات لي الهضره وتطلقت، ورغم انني في طبعي تمتامه في الهضره. قلت لها كتكذبي حيتاش انت عارفه كلشي وكتخبي. حداك كان تيضربني وتنقول لك راكي تعدى عليا وما كنتيش كتهضري، وحتى فاش وريتك الفيديو من قبل ما نجيبو البوليس وقلتي ليا سكتي راكي باغا تشوهينا وانت باغا تقتليني وضرباتني لفمي، وقالت لي عمرك ما تخرجي هاد الهضره. انا فاش شفتها انها ما تقبلات هادشي وما بغاتش تقتنع كذبت عليها وقلت لها صافي انا غادي نمسح هاد الفيديو وعمري مازال باقي نجبد لك هاد الهضره. فاش واجهتها قالت لي اييه بنيتي كاين هادشي. قالت انا ما بقيتش عارفه شكون يقول الصح وشكون يكذب، ولكن هادشي كاين وانا شفته بعينيا. قال لي اذا قلتي بلي انا هي مشاركه معاه في هادشي راه حتى هي غادي تهبط معاه. بكيت وقلت لي راه ما دارت والو، عمرها كله هي خدامه، عمرها ما حسات بيا ولا عنقاتني ولا قالت لي انت بنتي الوحيده ولا حنات عليا ولا سولتني شنو ضارك. كتلقاني مضروبه وما كتقدر تقول والو حيتاش امرها مغلوب، كتخاف بزاف وشخصيتها ضعيفه وبزاف اكثر مني. قلت لي هي ما دارت والو غير فاش كنت صغيره وقالوها ليها كان كيصحاب لها بلي كانت فله. قال لي جاتني حشومه اني لصق ليها حتى هي هاد المونتيف ونهبطها، سيري وفاش نعيطوا لك اجي. دخلنا عند قاضي التحقيق وبا غادي يشهد على راسو براسو وبلسانه ونطق داكشي اللي كان كيدير ليا. عدو قال لي القاضي التحقيق واش هادشي كيديروا لك متاكده منه 100% ولا لا؟ قلت ليه اه. دار لعندو وقال ليه لو كان جيتيني في يماتي ولقيتيني ماشي حاج، لو كان حيدت هاد الجلابه ودرت لك ما درتي لهاد الدريه، الحكم ديالك انت هو 21 قرطاسه تموت بها. اللي تيدير البنت بحال هكا ما يستاهلش يعيش. انا عندي زوج بنيتات هما الامانه ديالي، وانت عندك غير وحده عميتيها في عينيها
الله ياخذ فيك الحق. وحنا عند قضيه التحقيق جاو خواتاته لدارنا وخداو الطابلات ديالي اللي شريتها من الفلوس ديال لافاك، وخداو الواي فاي، وخداو ليا حوايجي كاملين، وبقاو كيعيروا في الزنقه وداروا الشوهه. كذبات على خونا وصيفطاتو للحبس. قاضي التحقيق قال لي صافي يا بنتي تقدري تمشي. مشيت خرجت وانا ما عارفه فين نمشي ولا نجلس ولا والو. ملي خرجت غادي نلقى حمزه مسكين جالس كيتسنى فيا. قال لي راه في الدرب دوك المسخات ديال عمامك بداو كيغوتوا وداروا واحد الحاله وواحد الشوهه وخداو قفه عمروها بحوايجك. شنو ندير دابا انا؟ ما نقدرش نمشي للدار ياك. سمعي يا وداد، غادي تمشي معايا للدار عند الوالده اللي كاينه في البلاصه الفلانيه وما تخافي والو. مشيت عندك السيده اللي هي الام ديالو الله يعمرها دار اللي وقفت معايا وعاونتني. بقيت عندها لمده 3 ايام حتى غادي يجي حمزه ويقول لي بلي راه امك راه كتسول عليك وكتقلب عليك باغا تهضر معاك وراني وعدت نجيب عليك. مشيت لعندها وقالت لي يلاه بنيتي للدار. لا ما نمشيش لديك الدار، كلشي فيها خايب وتفكرني بحوايج خايبين، وديك الزنقه ما غاديش نمشي ليها لان كلشي غيبدا يضحك عليا. سمحي لي يا بنتي انا غلطت بزاف ملي سكتت وما سمعتكش. رجعتني للدار وبدات معاناه وحده اخرى مع خويا اللي ما بقاش كيدوي معايا، ولا كينوض وكيعيرني وكيبغي يضربني وتيقول لي صيفطي بانا للحبس. هو كانوا محرشين عماماتي ومعمرين ليه راسه بافكار وحده اخرى ما عرفوا والو. دازت شهرين وبقات ماما كتقول لي دازت شهرين تقول لي واش بغيتي ديري لي لوك واش ديري لي تنازل كيفاش ندير لي تنازل واش نجي ام نتي اللي كتقول لي ديري لي تنازل واحد تعدى عليا واش نتي ام نتي اللي كتجي تقول لي تنازل واحد كيبغي يغتصبني واش نتي ام اللي كيمارس واش كاينين شي امهات بحال هكا؟ تقوا الله في بناتكم العيالات، راه بناتكم ربي ما كيعطيكم واحد الامانه الا هو باش تحطوها فوق بريوسكم، باش ديروها تاج فوق بريوسكم باش يتعداو عليها. دازت الايام ومشات ايام وفي اخر العام واحد السيده من العائله غادي تهضر معانا. وداد واش بغيتي تزوجي؟ كيفاش فلانة انا غنتزوج وانت عارفه شنو واقع؟ هو ما غاديش يبغي يدسق الخبار. راني سولت عليك في لافاك وقالوا لي بلي انك ما بقيتيش كتجي، وراه هذا اللي غادي تزوجي به اجنبي ماشي مغربي، واذا ما بغيتيش تقولي ليه بلاش. المهم هكا يهضري معاه. انا ذاك كنت مريضه تنعاني، جوني القواطر بومزوي ضعافيت وشعري ولا كله يطيح. غادي نهضر مع السيد وفي هذا الوقت غادي نتفاجئ باللي انه حمزه وامه جايين عندنا للدار انهم يطلبوا يدي الخطبه. ولكن مع الاسف حيت هو ولد الدرب وعارف كل شيء وحضر ليه، خفت لا شي نهار يعيرني باباك راه دار وفعال ولا يحبسني على دارنا على ماما ولا خوتي. قلت لي حمزه الله يكثر خيرك ويكبر بيك وعمرني ما نسى خيرك، انت عتقتيني وانا ماشي تنرفضك، ولكن ما بغيتش نتزوج شي انسان اللي يكون عارف عليا هذا الشيء باش ما نوقعش في المشاكل. قال لي من حقك يا بنت الناس. انا امي قالت لي منين داز هذا الشيء كامل على ديك بنت الناس تستاهل ناخذوها، ودابا الله يكمل عليك بالخير، المهم تكوني فرحانه. صافي جلسوا كلاو معانا ضحكوا ونشطوا وكانني ما قلتش ليه لا ومشوا فحالهم. انا بقيت على تواصل مع داك السيد، توافقنا وصيفط ليا باش جيت عنده وغادي يدير ليا العرس. فرح بيا هو وعائلته وجلسوني وخذوا لي حوايج زوينين وعوضوني على داكشي اللي خذوا لي عماماتي. اكيد ما عاودتش لهم الماضي. فرشوا لي بيت النعاس موباه ناس كبار والله يعمرها دار. شيخي تنقول ليه بابا، ولي اول مره تنقول بابا وانا عارفه انه يستاهل هذا اللقب. تنقول لحماتي ماما وحتى هي حنينه فيا وعمرني ما شفتيها العيب. لويساتي كذلك ومثال. داروا لي 3 ايام فيها الخطبه والحنه والعدد ديالهم، خذوا لي ذهبي وعطوني المهر ديالي، وحتى سيدي تزوجت به كيخاف عليا وكيبغيني، وحملت وولدت بزوج بنيتات توأم واليوم عندهم 7 شهور. الحمد لله على اي حاجه دازت واي حاجه غادي تدوز والناس اللي غادي يسمعوا حكايتي. انا راه ما درت والو وما عندي حتى شي ذنب وسط هذه الحكايه كامله، وعمر شي حد معاوني باش انني نقدر ندافع على راسي منين وانا صغيره من غير حمزه اللي عمرني نسى خيره. انا فرحانه بزاف حيت ربي جزاني على صبري، على الاقل دابا انا فرحانه وارتاحه واخا انني عايشه في البعديه يعني ماشي في شي مدينه كبيره ولكن الجو زوين الناس زوينين كلشي تيصلي كلشي عارف بينه وبين الله كلشي كيصوم شي بكي اتي شي كلشي باغي كلشي كيجلسو مكنسمعش الناس في بعضياتهم. انا فرحانه حيت انا كاينه وسط من هاد العائله وفرحانه لاي حدث منا فرتمان على حتى شي حاجه جايه ان شاء الله تكون مع راجلي ومع بنياتي بجوجي هاد الشي اللي لقيت في العمر ديالهم دابا 7 شهور كنحماق عليهم الله يخليهم ليا يا ربي
وطول في عمري تنشوفهم ونعوضهم على داكشي اللي ما حشتش اهدى العيش معاهم. يا ربي نبغي نقول هي بنت ما تسوى من قريب ولا من بعيد. كونها قويه كونها قويه وما تثقش في يقولك انت ما عندك الشخصيه ولا ما كتعرفيش تهضري ولا ما غديري والو في حياتك ولا على الاقل كابري كابري وما تعيشيش في الحرام ما تعيشيش في حاجه اللي هي حرام ومحرمه مادام انك مسلمه ما تعيشي في شي حاجه حرام. كنتمنى يا ربي يدوم عليا فرحة واستقرار ويكون حتى شي حاجة خايبة من هنا القدام. وهاد لي الله دابايا 15 يوم باش أنا جيت من المغرب. مشيت شفت خويا الصغير وخا خويا الكبير باقي نفس الحالة مكيهضرش. ملي جيت أنا وهو ماشي من الدار مجيهاش مسلمش عليا متسامحش معايا. مشيت شفت ماما تسامحت أنا وياها كيما كان الحال كتبقى هزتني 9 شهور كيما كان الحال كتبقى مغلوبة على أمرها. هي تا هوايا اللي دار داك الكارثة حاجة واش يكون بنادم تحكمت عليه ب15 عام ديال الحبس. الحمد لله أنا فرحانة حيت ربي خدا ليا حقي وأنا في الدنيا والعدالة الإلهية بانت. الناس اللي شفرو ليا حوايجي وجاو داو بناتهم اللي طلقت من راجل أنا ما تنشفاش غير هو العدالة تحققت. هاللي طلقات هاللي ولدها مشى ليها الحبس هاللي بنتها لقات فيها شي حاجه ما هياش هذيك عمتي اللي قالت لي الفاحله وتحتاجها المرض. يا ربي السلامة خايب يا ربي جيب لها الشفاء تاعي وانا ما تنتمنى حتى شي واحد شي حاجه خايبه. الحمد لله الحمد لله على اي حاجه دازت ولا اي حاجه عشت على اي حاجه غادي تدوز. كنتمنى من الناس اللي غيسمعوا الحكايه انا ما دنبي والو انا ما دنبي حتى شي حاجه وما درت حتى شي حاجه خايبه وما كانش عندي كيفاش ندير تندافع على راسي وحتى شي واحد ما وقف معايا باش نهضر وانا صغيره ونهضر اول مره دار شي حاجه خايبه معايا. فرحانه بزاف انني نكون متابعين للقناه السلامي ليك. شكرا اختي اميمه. هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكايه وداد. يا ساده الكرام ما تمشوا فين خصمعوا هذا الكلام اللي غادي نقول لكم. نخلي لكم الكلمه الطيبه انكم تهديوها القلب ديال وداد وشنو داز عليها لان محتاجه تسمع كلام جميل. انا فرحانه لانه ربي فرجها عليها وفرحها وعوضها عوض جميل. وداد الايام انا متاكده انها غادي تنسيك قساوه الاب ديالك. لا اكيد ما غاديش تنسي ولكن غادي تنسي وانت كتكبري بنياتك وانت ما بين الناس اللي ربي عوضك بهم. امك الله يسامحها وحتى الاب ديالك الله يسامحه ولكن اللي اثر فيا بصح في هذه الحكايه وخلاني ندوزها هي علاش حتى شي حد ما قدر يدير شي حاجه. علاش فاش كنعرفوا شي حقيقه وشي حد خصنا نعاونوه كنبقاو كنتفرجوا وكنبقاو كنتقنوا غير مسكين ولا مسكينه الله يكون معاها حنا ما عندنا ما نديروا ليها. لا عندنا ما نديرو. حمزه هو بطل القصه هاد الليله هو المثال اللي خصنا نتبعو. ما عرفش واش شي نهار حمزه طيح في يدي هاد القصه ولا لا ولكن برافو عليه. حمزه اللي عتق وداد حمزه اللي فكر بعقلانيه بدون ما انه يدخل في المشاكل اللي الناس كيخافوا من المشاكل. اي جاره ولا اي جار كيسمعني اليوم وشاف هاد الحلقه وعرف شي طفل كيتعرض لهاد الشيء يدير ما دار حمزه ابسط ما يكون. راه ما كاينش شي طفل اللي يكون راضي ومتحمل هاد الشيء الا وهو خايف وما لاقاش اللي يحميه. شنو هاد الفساد اللي كثر في هاد العالم؟ علاش تحرش بنتك؟ كنت تقزز وانا كنعاود هاد الحكايه من هاد النوع كنت تقزز من الاب اللي ما يستحقش هاد الكلمه. الحمد لله انا وداد ما وصلتش لدرجه الاغتصاب ولكن راه واخا نفس الحاجه ولكن الام والام. واذا بنتك جات وغير لمحات لك ونوضي جمعي الوقفه واذا ما كنتيش قادره انك تحمي وتحافظي على اولادك وما تولديش وما تولدوش على انكم تجيبوهم يترسوا عليكم ولا يتعذبوا عليكم ولا تخليهم خبط وسط مشاعر ديالهم والالام ديالهم. اما رسالتي لكل طفله مراهقه اللي كتعرض بحال هادشي اليوم وحبسيه. خلي باك ولا خوك ولا اي واحد قرب ليك انه يتعاقب. خليه يذوق مراره العذاب في الدنيا قبل الاخره. راه زين المحارم هذا راه عرش الرحمن كيهتز ليها. ما نسكتوش على بحال هادشي نديروا لي الدين والرجلين باش هادشي يحبس. الله يخرجنا من دار العيب لعيب والله يسترنا حتى يسترنا القبر والسلام عليكم.